انما الضوء نفسه لازم هنعرف هو صفقه عامله ازاي. هنجيب ايه بقى؟ نشوف مكرم التونسي. هيقول لك بقى عن اللاعب نفسه. نشوف. ما تصورش ان الاهلي يفكر في لاعب يا مكرم من غير ما يعرف انه اللاعب هذا مش يكون عنده مستقبل كبير في عالم كره القدم الافريقيه والعربيه ولما لا العالميه اذا فما مكتوب. خساره. خساره، لكن ساعات الظروف تحكم عليك مش تاخذ قرارات موجعه. توجعك. اليوم بالنسبه لي كريستو مازال ما عطاها شيء للنجم الساحلي، لكن قيمه ثابته وخاصه مع عمره 19 سنه. اليوم الاهلي المصري كي ياخذ كريستو، وخاصه انه هو براسك كل عام يلعب في كؤوس الافريقيه، ينجم يسوق لبرا برشا فلوس. انا مش خاسره بدفع فيه، مش خاسره. لاعب صغير عنده امكانيات رهيبه، شفنا في اي وقت ينجم يحدث الفرق. لاعب منتخب وطني. يلعب تيتلير في النجم الساحلي او من غير، عنده عام عمل كونترا. برشا عباد متغشى قالوا كيفاش كريستو يخرج، لكن هذيك الكره. يعني هو تعدى سن النادي الاهلي، مش حلو يختار لعيب والسلام. لكن هو نفسه رايه ايه بقى؟ يعني بيقول لك الاهلي يدرك قيمه هذا اللاعب وانه هيكون مكسب، ولكن هو نفسه بيقول ايه؟ بدأها خسارة انه ساب تونس وساب النجم الساحلي. النجم لسه ملحقش يستفيد منه بالشكل الواجب. وقال كمان ان عنده طبعا قيمته فيه، يعني عنده 19 سنة ولكن قيمته فيه. وانه النادي الاهلي بيلعب بطولات افريقية كثيرة، فمهما دفع فيه هيعرف يسوقه ويكسب فيه. لانه لاعب اي فلوس تدفعها فيه عنده مش خساره فيه، عنده امكانيات رهيبه. شفنا في اي وقت يحدث الفارق. ما كناش نتمنى ان كريستو يخرج من النجم، ولكن هي دي الكوره. ما زال يتحسر على خروج النجم من تونس ومن النجم الساحلي هذا اللاعب الضوء، ولكنه يرى ان الاهلي سيضيف اليه، هيحطه في معرض اكبر، وان اي مبلغ الدفع فيه مش خساره فيه. دي بعض الاراء اللي ممكن تشعر. طب وبمناسبه المبلغ، هو صفقته سوت المتاخرات اللي على النجم في موضوع كل ما انت في، عارف انت كان في، انت داخل وكان الامر يموت. انت جدولت خدت 450 الف وباقي حوالي 900 الف او 950. فانت كان ذكاء انك تعمل صفقه. وهو قال لك لو النجم الساحلي كان انتظر قليلا هيسوقه بضعف هذا المبلغ. يعني من ضمن كلامه. احنا كل ده بنقوله ليه؟ عشان ندي اللاعب من وجهه نظر التوانسه حقه. احنا عايزين بقى من وجهه نظرنا احنا نشوفه في الملعب، ومن وجهه نظره هو كلاعب يريد ان يثبت وجوده عليه مسؤوليه، وعليه مسؤوليه تنافسيه وعمل جد والتزام، وان يتاسى ب يعني علي معلول عشان يعرف طريق النجاح. وكويس ان علي مؤكد هيبقى جنبه ويزديله النصح. ولكن ما تيجي نشوف